دكتور فاروق، قصة خروجك من مصر بدأت بها وسأختم بها، قصة طريفة. دكتور يأتي إلى مصر ويعين أستاذ في معهد للكيمياء أو شيء من هذا، معهد في السويس، السويس يرفض ويحتج، ولكن مع ذلك يذهب ليمارس عمله، ثم يجد أن الدنيا ضاقت به. ينصحه شخص، يعني نحن نشكر هذا الشخص الذي نصحك في الحقيقة، لأنه على الأقل قدم لنا الدكتور فاروق الباز اليوم هذا العالم الكبير الذي يفتخر به العالم العربي جميعا. ينصحك بأن تحمل حقائبك وتخرج لكي لا تكرر ربما تجربته هو. هذه القصة للأسف تتكرر اليوم في عالمنا العربي بعشرات بل مئات الشباب بنفس القصة. ليس يا دكتور كل الشباب قادر على الخروج والهجرة لكي يعني يعيش واقع الحرية الذي عشتها أنت ويبدع، وكل الحقيقة الطاقات العربية التي خرجت فعلا أبدعت. ماذا تنصح الشباب اليوم؟ لا، نقول الأول أنه مش كل الناس اللي بتطلع بتبدع، لأن ده لو قلنا كده معناها أن كل واحد موجود عايز يطلع، ده مش حقيقة. في ناس كتيرة جدا متبهدلة، وفي ناس عايشة على الحافة، على حافة الهاوية، وناس مش عارفة تلاقي شغل في المجال، يعني أنت وظروفك في الوقت اللي انت تنقلت فيه وهكذا. ولكن في نفس الوقت لازم نقول للناس انه الابداع ممكن يحصل هنا لو الناس اقرت في حد نفسها انها مستعدة انها تنائر وتبدع في الشغل ده. انا الحقيقة ما كانش عندي اي احتمال ان انا اشتغل في اي حاجة انا عارفها، ده اللي خلاني امشي. لكن اما تكون انت موجود في تخصصك وعندك شغلة مهما كانت الشغلة دي واطية ولا مما يس، انت تقدر تبدع فيها وتصلحها وتمعزيها. فما نخليش الشباب يعني يبقى عنده ما فيش امل احباط يعني. نعم. وهو للاسف موجود دكتور. نعم. اذا انت يعني تنصح بانه الذي يتخرج مثلا من جيولوجيا ويعمل في الجيولوجيا، يبقى في الجيولوجيا والرأس، لانه هو ده اللي بينتج، وهو ده البني ادم اللي عنده الولاء لنفسه ولعلمه والوطن، على الرغم من كل الاحباطات التي قد يتلقاها من مدراء، انه الناس مش حتهتم بمشاريعه طبعا. وانا في تاريخ، وانا تاريخ العلمي ما فيش احباطات، ما انا كل شويه كده عندي احباط، وكل شويه حد يقول لي ما فيش، وكل شويه بعايز اعمل حاجه ما تتعملش. هو انا فاكر مني انا هناك كل حاجه بعملها. طيب. كل حاجه بقولها بتمشي. طيب يا دكتور اللي يتخرج من الجيولوجيا وبينحط في الكيمياء يعمل ايه؟ هو ده اللي يقول لا، لازم عشان ده يبقى لما اللي هيشتغل في الكيمياء يبقى عندوش ولاء للعلم لانه هيلبخ. دكتور فاروق الباز، شكرا جزيلا لك، على الرغم من مشاغلك لكن إلا أنك قبلت أن تزوي هذا الحوار معنا، شكرا جزيلا لك.